السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في شرح جديد. شرحنا لهذا اليوم إن شاء الله إخواني الكرام سنتعرف من خلاله كيف نقوم أو كيف يمكننا الاستفادة من هذه القنينة الزجاجية مثل هذه، خاصة بالكونفيتير أو تكون خاصة بقنينة شوكولات، المهم تكون مثل هذا الشكل بحيث نقوم بتركيبها على السطح لحماية اللمبة الخاصة بنا من الامطار او جو يعني الامطار كي لا تحترق هذه اللمبه بسرعه. وكذلك بدل ان نقوم بشراء هيبلو سنقوم باستغلال هذه القنينه بدل الهيبلو، لان الهيبلو تكون يعني ثمنها مرتفع نوعا ما. ففي هذا الشرح ان شاء الله سنستفيد من هذه القنينه، فقط كل ما عليك هو تقوم بالتالي اخواني الكرام، نقوم ب إحدى الثقب هنا وثقب هنا وكذلك الثقب في الوسط، ونقوم ب ثقبه هكذا ثم ثقب آخر ثم ثقب آخر هنا. بهذه الطريقة لكي تصبح على هذا الشكل، لكي نقوم بوضع اللمبة داخلها لحمايتها من الأمطار. فنقوم الآن بالصعود إلى السطح ونتمم العملية إن شاء الله، فتابعنا لا تذهبوا بعيدا. الآن إخواني قمنا بالصعود إلى السطح، فهذه هي اللمبة يعني متعرضة كما قلت لكم دائما الى الاحتراق بسرعه، وكذلك كما تلاحظون فالاسلاك كلها مبينه، فهذا يعتبر خطر يعني. وبهذه الطريقه ان شاء الله سوف نقوم بحمايتها من الامطار وكي لا تحترق بسرعه. اولا كخطوه احترازيه واول يا اخي الكريم، فيجب عليك ان تقوم بقطع التيار بصفه نهائيه من علبه التغذيه، ثم بعد ذلك تاخذ مفك براغي وتبدا في التطبيق ان شاء الله. فهذا هو الغطاء إخواني الكرام التي قمنا بإحدى الثقب من خلاله. نقوم بفتح، بعدما قمنا بفصل التيار الكهربائي نقوم بفتح اللمبة وفكها، ثم بعد ذلك نقوم بتسريحة الأسلاك، وهذا كما قلنا بعد أن تقوم بفصل التيار الكهربائي بهذه الطريقة. ثم نأتي ونقوم بتعليم نقاط هنا إخواني الكرام لكي نقوم بإحدى الثقب بهذا الشكل، ثم نأتي بمثقاب ونقوم بعمل ثقب هنا. بهذه الطريقة إخواني الكرام ثم نأخذ شوفي مثل هذا ونقوم بإدخاله هنا. ثم نقوم بإعادة الغطاء إلى مكانه، بهذه الطريقة. ثم إخواني الكرام بعد ذلك سنحتاج أيضا إلى رنديل مثل هذا، وكذلك برغي يكون بهذا الشكل، ونقوم بتثبيت الغطاء. كذلك الآخر. ونقوم بتثبيته، فالطريقة بسيطة جدا. بعدما قمنا بإحكامه بشكل جيد نقوم بتقليص هذه الأسلاك ثم نقوم بإعادة الدواية الخاصة بالمصباح مكانها.
الآن كل شيء الحمد لله تمام. قم بي جعله هكذا كي تظهر بشكل جيد ولا تكون ملتوية. ثم نأتي بالقنينة، فهذه هي القنينة كما قلت لكم، نقوم بإعادتها إلى مكانها. والطريقة كما لاحظتم فهي يعني فعالة، لاحظوا معي. فهذه هي القنينة. الآن سأقوم ب يعني تشغيل أو إعادة الكهرباء، وأقوم بتشغيل اللمبة. بعدما قمت بتشغيل الكهرباء نقوم إن شاء الله الآن بتشغيل اللمبة بسم الله. فكما لاحظتم فهي شغالة، وكذلك يمكنك حمايتها من الأمطار بدون أي مشاكل، وتدوم معك لمبة إلى مدة طويلة، فهي محمية كما قلنا، فهذا الغطاء يحميها، فهي كما لاحظتم مثبتة بشكل جيد. إذن كان هذا هو شرحنا لهذا اليوم إن شاء الله، إلى شرح قادم بحول الله، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.